كرمت قيادة فرع منظمة طلائع البعث في حلب 30 طالعياً من الرواد الفائزين على مستوى سوريا في مجالات علمية وأدبية وفنية، وذلك على مسرح نقابة الفنانين. منظمة طلائع البعث دائماً تعمل على تنمية هذه المواهب لدى رفاقنا الطالعين منذ بداية العام الدراسي. يتم سبر رفاقنا الطالعين المتميزين في كافة لوحدات الطالعية، ومن ثم يصار إلى مسابقات رواد على مستوى الفرقة والوحدة ومن ثم المنطقة فالفرق. رفاقنا المتميزين يخضعون لمسابقات على مستوى القطور، ومن ثم تصدر النتائج من قبل قيادة المنظمة ولجان التحكيم. هذا اليوم هو يوم العرس ويوم الفرح لرفاقنا الطالعين المتميزين الفائزين على مستوى القطر في كافة الاختصاصات، سواء كانت في اختصاصات فنية، بيئية، مسرحية، ثقافية، أي اختصاص من هذه الاختصاصات. فاليوم تقوم منظمة طلائع البعث بتكريم رفاقنا الرواد المتميزين على مستوى القطر في كافة الفروع بتقليدهم وسام الريادة وتقديم شهادة التقدير لهم وتقديم مكافأة لرفاقنا الطالعين، وهي حافز لأقرانهم ليعملوا بنفس الوتيرة ويكونوا من الرفاق الطالعين المتميزين والموهوبين. حفل تكريم الرواد رواد طلائع البعث، هؤلاء الأطفال الذي عملت منظمة طلائع البعث على تربيتهم وصقل مواهبهم بالتكامل مع مديرية التربية والأسرة، ولا ننسى الدور الكبير دائما للأسرة التي ربت والمدرسة التي علمت والمنظمة التي رعت وأبدعت، وبالتالي هذه التشاركية وهذا التكامل نستطيع أن نبني الإنسان الذي يتميز بشرف الريادة في كل الاختصاصات. التكريم يشكل دافعاً معنوياً للطليعيين الذين اجتهدوا ليصلوا إلى أعلى المراتب من خلال أنشطة وبرامج تدل على تعميق القيم الوطنية والمعارف لدى الأطفال ورعاية المواهب وتشجيع الأطفال على تحقيق المزيد من التحصيل العلمي. جينا لنفتخر بتكريم أطفالنا الرواد اللي أخذوا الريادة على مستوى القطر، ومن هون نحن بنقول بلشت صناعة الجيل، إن جيل المستقبل ورجال المستقبل اللي نحن نفتخر فيهم. كانت تجربة كثير حلوة، تعرفنا على رفقات جداد وخدنا مغامرات حلوة وتعرفنا على ناس من طرطوس كانوا كثير طيبين معنا ولطيفين معنا. كثير مبسوط، جمعنا مع رفقاتنا الرائدين على مستوى القطر، وأنا رائد على مستوى القطر بمادة المعلوماتية. مبسوطين كثير بمشاركتنا الحلوة، تعرفنا كثير على ناس جداد وتمينا مواهبنا، وكل الشكر لمنظمة طلائع البعث اللي استغلت مواهبنا. كثير نفتخر نحن ثانيا بأبنائنا اليوم على هالمستوى اللي عم يقدموه وراح يقدموه إن شاء الله، وهدول دائما نحن بنقول إنهم بنات الوطن. أطفال متفوقون يؤكدون مجددا من خلال إبداعهم بتحصيلهم العلمي والمعرفي قدرتهم على بناء مستقبل سوريا المشرق.